اي الا عطيتك المفهوم المحتوى بالنسبه ليا وصناعه المحتوى اشوف راسي مازال ما درت فيه والو على لي كونسيبت اللي عندي وجيسبر هادشي اللي خدامه عليه انه نوصل لهذاك الكونسيبت اللي في راسي اللي هو صناعه محتوى بكل ما في الكلمه من معنى. وهادشي ما كيبانش للناس في السوشيال ميديا وكيحاولوا انهم يكونوا واحد الصوره مثاليه عليك. وانا هذه صراحه انا هذه الحاجه اللي ما تعجبنيش انه الناس يشوفوك بواحد الصوره مثاليه. انا ما كنشوفش راسي مثاليه دي تو. حياتي ماشي مثاليه, حياتي فيها دي او اي دي با, فيها دي با اكثر من دي او, وما تيبانوش ما تيبانوش في السوشيال ميديا. ما جاني لو شوك, هذاك اول شوك غير طالي حيت مازال تنعقل على داك النهار وديما تنعاود هذا السيناريو هذا لانه داك النهار رجعت للدار تنبكي. تما بديت كنقول نسرين شنو هذا الشيء, واش هذا الشيء علاش قريتي اليوم. بغيت نسولك واش انت قدرتي توصلي لو نيفو اللي يخليك اليز انك تعيشي غير بالشغف ديالك وما ديريش خدمه واحده اخرى؟ واش في المغرب تلاقيتي مع ناس اللي تعيشوا بلا باسون ديالك؟ دخل كنت كنشدها, كنشد كاسيت خاويه تنديرها في المسجله, وحيت المسجله كتقدر انها تسجل. وكنت كنجمع بنات خالتي وبنات عمي وكنديرهم هما انا اللي كنقدم برنامج وهما الضيوف ديالي. وعندي حلم انه يكون عندي راديو ايميسيون ديال الراديو تكون موجهه للشباب ولا على مواضيع المراه ملي كنت صغيره. فهاد لا سين ديما تترجع ليا في بالي فاش كنلقى راسي دوفون الكاميرا تنصور وهذا, تنتفكر ديك نسرين الطفله اللي كانت كتعيش داك الشغف ديالها وهي طفله. واحد السيد حنا كنهضروا على الاحلام احلام, وكنت ديك الساعه جو بونس في الاجازه ديالي قلت يلا غنسوتني وانا باغي ندير هادي, باغي ندير نكمل ماستر في لا سبيسياليتي, ندير دكتوراه, وبغيت ندير هاد البروجي, وبغيت من بعد انا عرفت الحلم ديالي كون عندي ايميسيون في لا تيلي, وبغيت نسافر وبغيت نمشي لهاد البلاد ونمشي لهاد البلاد وندير هادي وندير تخربقي تحيت تحلمي واش مشتيش راسك بحالك تحلمي بواحد الاحتقار بواحد. وانا ما شكيت في راسي زعما انني راه تنخربق نسرين فقي فقره كيف المغرب. مي داك الاحلام اللي قلتي ليه اون غروند بارتي جو كرو بدات تتحقق الحمد لله تحققت كامله. هاي تنتلاقاو في اون نوفيل فيديو مع ضيف جديد اللي جاي يعاودنا القصه ديالو كيفاش لقى لا باسيون الشغف ديالو حول خدمته ولا تعيش به اليوم. قبل ما نقدم لكم الانفيتي اللي معنا اليوم بغيت نقول لكم بحال ديما بلي تقدروا تفرجوا في هذا الابيزود سور يوتيوب فيسبوك انستغرام, وتقدروا تسمعوه سور توت لي بلاتفورم دو ستريمينغ ديزر سبوتيفاي اي ابل بودكاست. واليوم معنا واحد السيده تري جون اي تري باسيوني, اليوم معنا نسرين الكتاني. اهلا وسهلا منير, صافا كلشي بخير الحمد لله. الحمد لله ما كناش اول اليوم نتغنيو مي جابتها انا تيعجبني داكشي الارتجال داكشي اللي هو سبونطاني ومشي والو. جيسبر ان شاء الله تكون حلقه مزيانه ان شاء الله. شكرا وانا سعيده جدا اني نكون ضيفه في ان كونسيبت اللي واعر بزاف. ميرسي بوكو, شكرا على الباساج. دونك نبداو اول حاجه نبداو بالطفوله ديالك ونبداو بالقرايه لو باركور ديالك سكولير ومن بعد نشوفوا لا باسيون كيفاش جات. داكو دونك نسرين الكتاني بداو بالطفوله. بداو بالطفوله داكو. انا الطفوله ديالي عشتها في واحد المدينه في الصحراء اللي هي العيون. اوكي هذه ما كانش في راسنا. كنقولها مره في السوشيال ميديا وكنت من الصيف للصيف عاده نجي للرباط. دونك تزاديتي تما؟ تزاديت تما وكانوا عندي صحابي محسوبين يعني ما كانش عندي بزاف ديال الصحاب وكنت من النوع اللي القرايه المدرسه الدار المدرسه النوع اللي ما تخلينيش ماما نلعب في الزنقه. وكنت انسانه اللي طفله بلوتو كنت طفله اللي امبيسيوز عندها بزاف ديال الاحلام. يعني كنت صغيره كنبغي ندير بزاف ديال الحوايج والحمد لله انه كاين ان سوبور اللي مازال دابا الله يخليهم ليا اللي هما والديا اللي عاونوني من فتره الطفوله حتى بالدعم المعنوي ديالهم انني نحقق احلامي. دونك كنتي اجتماعيه وقيله ملي كنتي صغيره؟ بالعكس بالعكس بالعكس
كنت ماشي اجتماعية، كنت حشومية بزاف، كنت حدودية، كنت انطوائية، تنبغي بوحدي. انا في الدار بوتيت شخصيتي في الدار فاش ندخل الدار ماشي هي برا اجتماعية مع الناس والنشاط. في الدار كنبغي الكالم، كنبغي نهضر مع حتى شي واحد. عندي واحد لو مود دو في فاش ندخل الدار مغاير، بوتيت هذا وقيل هذاك لو مود دو في باش نتشارج، يعني ما يمكنش تبقى نشيط 24 ساعه. فهذا هو لو مود في ديالي في الدار. كنت طفله ما تنديرش البسالات على ما كتقول ماما. كنت فوالا. دونك من بعد جو بونس الرابع ابتدائي دخلنا الرباط. دونك قريت هنايا الابتدائي ديالي، الكوليج ديالي، الليسي ديالي، الجامعه ديالي، خدمت هنا. دونك هنا بدا القرايه. كنت سيانتيفيك ولا؟ وي كنت سيانتيفيك، وهذا واحد الاختيار اللي درته منين كنت منين كنت صغيره. انه كنت باغا نكون علميه، والحمد لله انه كان توجه ديالي علمي. خديت بكالوريا فيزيك 2010، ومن بعد درت تخصص. منين كنت اصلا في الليسي كنت باسيوني بلومون ديال لو كونستركسيون. وكنت ديما كنقول انه فاش غادي نكبر غادي ندير شي سبيسياليتي. شنو ما كانت هاد لا سبيسياليتي، المهم فيها الريحه ديال لا كونستركسيون. واش لا سبيسياليتي في الجيني سيفيل، واش في كالكول، واش في الاركيتكتور. شنو كتعجبك في الكونستركسيون بالضبط؟ وفيد انا ملي كنت صغيره فيما تمشي شي بلاصه ولا تسافر شي بلاصه كنبقى نشوف الدور كيفاش مبنيين، الشوارع كيفاش دايرين. تعجبني الاركيتكتور وفي راسي دائما تتكون عندي 3D خدامه في راسي. تنشوف شي شكل، تنشوف 3D ديالو، مازال دابا عندي. دونك هكا باش عرفت لورينتاسيون ديالي انا غادي نمشي اوتوكاد اوتوكاد 3D مانستالي في دماغي. دونك هنا فاش بدات عندي الفكره انني ندير هذا التخصص هذا. دونك خديت الباكالوريا، درت تخصص باتيمون، من بعد درت تخصص في سيونس اي تكنولوجي دي سيمون اي سيراميك. تعمقت شويه في لا شيمي دي سيمون اي سيراميك. من بعد عاوتاني درت ماستر في جيني دي ماتيريو اي تكنولوجي دي سيمون اي سيراميك. ومن بعد تسجلت في الدكتوراه في البيتون بري كونترين. دونك من بعد خدمت في الدومين. كانوا عندي دي بوست تيران، يعني ما كنتش كنخدم في بيرو، ما كنتش كنخدم في بيرو كليماتيزي وداك الشيء زوين. ما بيناش عليك صراحه. وي هو لي كونديسيون صراحه اللي خدمت فيهم صعاب، وهادشي ما تيبانش فاش يشوفوني كيقولوا لي ماشي البروفيل ديال الدومين. مي هو كان صعيب صراحه، كان صعيب تجربه بالنسبه ليا اللي تعلمت منها بزاف، خديت منها بزاف ديال الدروس. وفي ديك الفتره كنت كنشوفها مرحله صعيبه، لكن من بعد فاش دوزتها فهمت انه لعبت ليا بزاف على الجانب الشخصي ديالي. حاولت انني نقوي شخصيتي لان كنت انسانه حساسه بزاف. اي حاجه تاثر عليا على نفسيتي كنت، دونك هادشي خلاني دوك المواقف الصعيبه اللي طحت فيها في الخدمه سورتو انه كتكون معاني تخدم مع رجال بزاف، والخدمه مع الرجال ماشي هي باش كتكون شويه مخلطه فيها النساء. دونك هذوك المواقف خلوني انني نطور لي سوفت سكيلز ديالي في الخدمه في هذه القضيه هذه، وهذا الشيء لاحظته من بعد. دونك فوالا. دونك من بعد كما قلت لك خدمت في الدومين. ملي خدمتي في الدومين واش لقيتي بلي هذاك الشغف ديالك اللي كان الشغف الاول، غنجيو للشغف الثاني، الشغف اللي كان عندك بالاركيتكتور وهادشي، واش كان كما كنت تتوقع؟ وي نو هو ماشي كما كنت كنتوقع بيان سو. حنا ديما دماغنا تيحلم احلام ورديه اون كولور داكشي زوين، الواقع كان غير. انا جو مغابيل تري بيان النهار اول مره مشيت للستاج جافي 18 ans. اول مره ستاج مشيت ستاج دوبسيرفاسيون، مشيت فواحد الشونتي تيبنيو عماره من كانت ار بلس 4 تيديروا الدالر الرابعه صافي. المهم مشيت حضرتي للدالة. مشيت وجافي 18 ans، مشيت دخلت غادا بحوايجي نقيين، ما دايش هذا السبات سيكوريتي، ما دايا كاسك، ما دايا والو. والبنايات تيرمي بالضاله وفرحانين حيت الضاله تيديروا على كساعات الكسكسو وداك الاجواء ديال الشونتي. وطلعت في الدروج، ما كانوش مبنيين غير مازال الكوفراج ديال الدروج، وكان ريسكي بزاف. تما جاني لو شوك، هذاك اول شوك غيط علي حيت مازال تنعقل على داك النهار. وديما تنعاود هاد السيناريو هادو، لانه داك النهار رجعت للدار تنبكي. تما بديت كنقول نسرين شنو هادشي، واش هادشي علاش قريتي،
واش هادشي هادشي اللي انت قادره تخدمي فيه؟ على بالك هذيك القرايه كامله ما يمكنش تكملي فيها. وسورتو انا كنت يلاه دايره، كنت يلاه بروميير ان، يلاه دايره الخطوه الاولى في التخصص. فتما ديك لي دو زون الاولى بديتها وانا متردده فواحد 80% في التخصص ديالي، انا ونسين واش قادره تكملي، نسين شوفي الاجواء كي دايره، شوفي لي كونديسيون كي دايرين. وبقيت في داك التردد، ولكن كان شي صوت لداخل كيقول لي نسين كملي، راه هادشي انت اللي باغاه، يعني ملي كنت صغيره هادشي اللي باغاه. افكتيفمون كملت، وكنت كل مره كنكتشف حاجه، لانه في كان عندي ديما لي ستاج ديالي في شونتي، سينو لي ستاج البي اف او ديالي دوزتهم في لاندستري، اوزين دو سيمون اي اوزين دو سيراميك، 6 mois 6 mois و حاوتاني لاندستري سي ان اوتر موند، سي ريان افوار مع لي بيرو ديتود ولا هذا. يعني كيكون عندك ايتود مثلا ديال شي حاجه خاصك دوزها، ديما عندك اون فيزيت وسط في لا في لا بارتي برود، تشوف لا بروسيدور ديال الزليج كيفاش كيكون، لا بروسيدور ديال السيما من الكارير من الكلانكار كيفاش تيدوز الغبره ديال جو مغابيل. كنا تنديروا الفيزيت في الماستر ديالي، تندير كان عندي كنخدم على سي بي جي 45، لو سيمون سي بي جي 45، وكان خاصني نمشي ندير بريليفمون وتتخرج جوج مرات في السيمانه. ايوا واحد النهار غاده لابسه مقاده دايره بيان سور دايره الكاسك ديالي وهذا، واقفه في واحد لابون تدور باش تدور دوك الخنشات السيما وتتسد وتتسد، وانا واقفه الوقفه اللي غادي نوقف الخنشات ديال السيما تدير بوكو يطرطق عليا كامله، كل اللي غرقت بالغبره ديال السيما حجباني ما بقاوش تيبانوا. عاد مشيت لابو دوشت بواحد الحاله، المهم طراو دي سيناريو اللي دابا تنفكرهم تنضحك عليهم، واخا هما شويه محرجين مي تيبقاو ذكرى زوينه، تيبقاو ذكرى زوينه. واخا شي كملتي في كملت في الدومين وخديت ديبلوم وخدمت، وكما قلت لك انه فاش خدمت كانوا عندي تي بروبوزاو لي دي بوست تيرا، دونك دي ديبلاسمون دي شونتي، ما كانش كنجلس في البيرو، دونك كنوض الصباح مثلا كيكون عندي 4 5 ديال لي شونتي، لا ريونيون الا درتها تنديرها وسط الشونتي، تديرها في تحت، راك عارف داك المنظر ديال الشونتي. تما العام الاول وي كنت كنحس براسي مزيانه مرتاحه، تندير داكشي اللي باغا، وانا كان كيعجبني التيران في اي حاجه، يعني في اي سيكتور في اي خدمه تعجبني التيران، تعجبني البراتيك، اما التيوري ما عنديش معاه بزاف، النظري ما عنديش معاه بزاف. دونك كنت نحس بواحد البليزير زوين انه فوالا انا في التيران، تتعلم ناس، تطيح دي سيتوياسيون كريتيك، تتعلم وكتحس بانه شخصيتك ولا لو كوتي بروفيسيون ديالك تتطور من كل لحظه، لانه التيران تيحطك في دي سيتوياسيون شويه صعاب. مي مع الوقت العام الثاني الثالث شويه بدات تتقصح القضيه، وسورتو فاش تفكر ا لون تيرم، المهم ماشي كنقول الجهد تينقص، مي بيان سور لينيرجي تتعطيها كلها في الاول، مي لي ديبلاسمون شاك جور شاك جور دي لونغ تراجي ستريس بزاف. ما بديتش نقد عليه شويه، اي بديت تغيبي ولا ماشي تما بديت كندير شويه واحد جو مو بوز دي كيسيون، واش انا قادره نكمل ولا لا، واش انا قادره نكمل ولا لا، وديما ما كانش كيكون عندي جواب. وكنت عشت واحد المرحله في مؤخرا نقول هذه واحد عامين، انه كنت متردده خاصني ندير واحد الاختيار، واش نبقى وندير هادي وندير هادي وندير هادي، وانا كنت كنتي عارفه شنو غادي ديري الا خرجتي ولا ما عارفاش؟ في الاول كان عندي فلو، في الاول كان عندي فلو، واش نفونسي على هذا الشيء اللي باغا ندخل عليه ولا لا، واش نعطي فرصه لراسي فيه. وكنت ديما في كنعقل من الباركور ديالي في بدايه العشرينات ديالي، انا دابا عندي 30 سنه، في البدايه ديال العشرينات ديالي كنت كنحاول نحط راسي في دي سيتوياسيون نكتشف راسي في مجالات مختلفه، دي فوا ماشي حاجه اللي ما عندها حتى علاقه بقرايتي، ما عندها حتى علاقه بحتى شي حاجه، كنقول ماشي مشكل، حيت انا كنامن انه كل واحد فينا عنده قدرات وطاقات اللي كتكون مخبيه، اللي ما تتبيناش لينا مثلا الدار ولا المدرسه ولا الشارع، لا خاص هذاك الكونديسيون اللي تتحط فيها اكس هي اللي تتخرج لك ديك القدره. دونك كنت كنحط راسي في دي سيتوياسيون، سواء جو شيرش هكا دي زوبورتونيتي ولا هذا، ولا الا جاتني شي بروبوزيسيون تنحط راسي في ديك سيتوياسيون كنشوف شنو نقدر نخرج. ف بداية العشرينات بديت هاد لا ميثود هادي، وابخي واحد 10 سنين لقيت انه عندي بوتونسييل فشي حوايج وما عنديش بوتونسييل فشي حوايج، عندي شي حوايج اللي نقدر نخدم عليهم ونزيد نطورهم، وعندي شي حوايج اللي صافي هذاك هو الحد ديالي فيهم. دونك اكتشفت راسي اكثر ولقيت انه عندي الشغف لواحد الحاجه. دابا لو كا ديالك ان كا تري سبيسيال، حيت انت علاش تري سبيسيال؟ نقول لك علاش، حيت دابا لقيتي الشغف ديالك الاول، عارفه وانت صغيره بزاف ديال الشغف انا فوالا، دونك عارفه الشغف ديالك من الاول،
كملتي فيه القرايه خديتي الدبلوم ديجي خدمي فيه وجات واحد الوقيته اللي غتخلي على الشغف ديالك الاول وخاصك تلقاي شغف واحد اخر اللي غتبعيه. نعم هذه ماشي كلشي جاطرالي ولكن عرفتي هذا الشغف هذا فاش كنفكر زعما الميديا ولا كرياسيون دو كونتينو و لو فيت دو موديري دي زيميسيون وهذا ان باركور اللي ما عنديش انا ماشي صحفيه الاصل هادشي ما منعنيش انني ندير اوتو فورماسيون وتعليم ذاتي في الصحافه وفي فن الالقاء والتحدث امام الناس وهذا و مي فاش تنبقى نفكر كنقول زعما فوقاش بداني هادشي داكشي هادي لا كيسيون دابا اللي غادي نسولك فاش كنتفكر فاش كنبقى نسول هاد السؤال تنتفكر انه ملي كنت صغيره مازال طفله كون عندي ديك الساعه واحد نقولوا في الثاني ابتدائي ولا تحضيري كنجمعوا بنات ديال لا فامي مازال صغار تتعقل فاش كانت لي فامي كاملين المغاربه عندهم ديك المسجله اللي كتكون كبيره فديك الكاسيطه اللي كتكون فيها السين تاع الدور هذيك تنعقل كنت كنشد كاسيط خاويه تنديرها في المسجله وحيت المسجله كتقدر انها تسجل وكنت كنجمع بنات خالتي وبنات عمي وكنديرهم هما انا اللي كنقدم برنامج وهما الضيوف ديالي وتنبدا نسجل وكنقول سيداتي وسادتي مرحبا بكم معنا اليوم معنا ضيفه كذا وضيفه كذا فهذه يلا غني لينا عطينا شي اغنيه وكنت كندير ايميسيون وجو مو رابيل فاش كنت في الابتدائي كنت كنقرا في مدرسه امام مالك في مدينه العيون وكانوا داروا لينا زياره لراديو العيون وهذاك النهار كنت فرحانه انني اول مره انا طفله وندخل الراديو فمشيت وتنسولهم وبغى نجرب الميكرو وهذا دونك كنتي فاسيني بهذاك لو مون ديال فوالا جافي ان غيف ملي كنت صغيره مازال تنعقل كنقول انه عندي حلم انه يكون عندي راديو ايميسيون ديال الراديو تكون موجهه للشباب ولا على مواضيع المراه ملي كنت صغيره فهاد لا سين ديما تترجع ليا في بالي فاش كنلقى راسي دوفون الكاميرا تنصور وهذا تنتفكر ديك نسرين الطفله اللي كانت كتعيش داك الشغف ديالها وهي طفله بحال دابا بحال يلا رجعتي للشغف دو باز اللي كان عندك اللي هو لا راديو والميديا واش وي حيت هاد الدومين ديال الكونستركسيون حتى هو تنحس به شوف هو الشغف ما كاينش شغف واحد في الحياه فوالا ماشي ضروري يكون عندك واحد الحاجه والشغف الاحساس ديالو كيختلف من شغف لشغف انا هادشي اللي استنتجت لانه الاحساس اللي تنحس به وانا في الخدمه وانا في التيران ماشي نفس الاحساس اللي تنحس به وانا امام الكاميرا وتنسجل وماشي نفس الاحساس حيت كاينين شغف واحد اخرين نقدروا نكتشفوهم حتى هما اليوم ما عرفتش شي تسمى شغف ولكن المهم ما عرفتش بحالاش اظن هوايه مثلا كاينين دي مامون اللي كنكون مثلا مع شنو هو دوبامين ولا شي هرمون واحد اخر هرمون السعاده كيكون عالي بزاف مثلا فاش كنكون مسافره كنكون في التوب ديال زعما بحال السفر حتى هو من بين شغف نقدروا نعتبروه شغف كاين عنده شغف ديال السفر فوالا في السفر مثلا عندي السباحه مثلا فاش كنكون كندير لا ناتاسيون ولا هذا كنكون في التوب ديال كنكون عاوتاني جو كري شي كونسيبت جديد ديال الميديا تنصور لي كوليس هذا كنكون في التوب ديال هذيك لادرينالين تجيك في هذاك لي فوالا دوبامين جو بونس دوبامين كثر دونك هادو ما عرفتش واش تتبعوا واحد يكون عنده بزاف ديال فوالا وسورتو عندك لوبورتونيتي انك تبراتيكيهم كاملين دابا جو كرو وي الحمد لله في الاول كانت صعيبه لانه بيان سور حيت الشغف بعد ما كيكون صعيب انني نعيشو دي فوا سوا كيسيون دو مويان حيت بعد ما كاين الشغف اللي انت خاصك تخلص عليه باش انك تعيشو دي فوا الشغف يقدر ما يعيشكش يقدر انت الشغف ديالك شي حاجه مثلا ما تيدخلش فلوس ولا غتلقى ديفيكولتي مثلا الشغف ديالك السفر اتسافر بزيرو درهم ممكن بيان سور دونك كيكون صعيب انك تعيش تعيش الشغف ديالك بعد ما كاين بحال دابا نبقاو في السفر كاين اللي يقدر يقدر يمونيتيزي السفر يولي تيدخل ليه فلوس فوالا كاينين دي تكنيك بيان سور دي بيست اللي بدا الواحد يقلب عليهم زعما نخليو ديما الباب محلول لان الشغف يقدر يتمونيتيزي سورتو في المغرب دابا ديغنيا فوالا وهادي دي تكنيك اللي درتهم انا صراحه غنجيو لهم غادي نجيو المونيتيزاسيون داكور دونك فوالا بدلتي لو باركور ديالك من لانجينيوري هو ماشي بدلت نقدر نقول لك درت جوست اون بوز علاش لانه بوندون 3 زون
لانه السوشيال ميديا ولا كرياسيون دو كونتوني وهذا بديتها فاش خديت الدبلوم ديالي. يعني في الاول كنت 5 سنين الاولى 6 سنين كنت كونسونطري غير على القرايه. جو في سوسيال ماشي بهذه الحده اللي تنديرها دابا. تاش ديت الدبلوم ديالي عاد كرييت كونت انستغرام عاد عرفت شنو هو انستغرام عاد هادي علاش لانه فاش دخلت العالم دابا ثاني ديال الخدمه ولا عندي واحد الفراغ لانه الخدمه باينه 8 12 6 دي ديبلاسمون هذا دونك تما قلت اجي ساليتي قرايه ساليتي ستريس ديال الامتحانات هادي سوتونس اجي شوفي انت شنو تقدري ديري. تما تربى عندي واحد الفضول اللي مازال دابا الفضول على تجارب الحياه وهو اللي دفعني انني ندخل على تجارب كثيره في حياتي اللي دازت فضول فقط وهذاك الفضول خلاني نتعلم امور اخرى وفضول تجرك الفضول حتى الفضول تهو راه احساس تهو احساس فهذاك الاحساس ديال الفضول الا دمنتي مشكله الفضول ضروري يكون عندك باش تكتشف الشغف ديالك باش فوالا دونك البديه كيفاش جات في هذا الباسيون الجديده ديال الميديا وهذا فوالا كيفاش ديت السوشيال ميديا اللي كنت كنديرها اون باراليل مع الخدمه الخدمه اللي انت اونجاجي فيها عندك دي ريسبونسابيليتي عندك وقت محدد هذا وكنت تنديرها في وقت الفراغ بقى الاودونس تتكبر لي زونغاجمون تيكبروا لي زوبورتونيتي تيكترو ولقيت راسي في واحد الوقت دوزت 3 زون لي دي فوا كانوا كيجيوني دي بروبوزيسيون لي تنقول لهم لا علاش لانني اونغاجي في الخدمه فهمت ولي كونتوني ديالك الاولين في الاول بديت لانه من غير هاد لي باسيون اللي هضرنا عليهم جادور لا فوتوغرافي كنت خديت واحد الكاميرا كانون اوكي اماتور كنت نسافر وكان جو برون دي فوتو ديال المناظر فوالا ولا تنصور شي مشاهد وهذا كنت كنبارطاجيهم لانه هادشي اللي خلاني دخلت الانستغرام في الاول انه سي ان كونسيبت ديال لي فوتو اكزاكتو دونك كنت كنبارطاجيهم دي فوا من بعد عام عاد بان ستوري في انستغرام ما كانش ستوري كنكتب التجربه ديالي ولا تدوينات للشباب وهذا الشيء خلى بدات الانتراكسيون مع بدا لونغاجمون تيطلع و ابري جي بارتيسيبي في دي كونكور اللي كنت ربحت فيهم وهذا منهم عاوتاني حتى هما زادوا الناس تعرفوا عليا ابري ابارتير الميديا والصحافه وبقى هذا الشيء غادي تيكبر صح شوف لنا دابا لو نيفو اللي وصلتي ليه دابا لي كونتوني اللي تكري فوالا دونك الهدف الاول ديجا السوشيال ميديا في الاول انا ما كانش عندي هدف يعني ما كنتش كنتوقع انه فاش كنت عندي مثلا 18 عام انه فور لاج كذا غندير السوشيال ميديا وغنكون كرياتريس دو كونتوني وغندير هاد الكونتوني نو داكشي جا وانا اكتشف تجارب الحياه دونك السوشيال ميديا كنت دير داكشي تبغي وي بيان سور كان الشغف ما كاينش تسيني غيولي هو الخدمه ديالك دابا ولا فوالا يعني هذا كان ان كونتوني اللي كنت كنديرو باش نكتشف راسي فيه وكل مره كنجرب حاجه جديده سواء الناس اللي تيقترحوا عليا الافكار ولا الافكار اللي كانت عندي كنحاول انني نديفلوبيها اي كيف ما قلت لك هذيك لي 3 ans تحت في دي سيتوياسيون اللي كنت جو ريغريت دي فوا انني جو دي نو لي زوبورتونيتي زوينين بزاف علاش باسكو عندي دي زونغاجمون فهادشي اللي خلاني نسرين tu dois décider عندك لي دو دومين زوينين كل واحد ولا فالور ديالو تقدر تعطي هنا كيف ما تقدر تعطي هنا ولكن tu dois prendre une décision وقتك وعقلك واحاسيسك خاصك تعطيهم حاجه وحده باش تبان اون ريزولتا زوينه ف فوقاش غادي ندير هاد لا ديسيزيون فاش دخلت كورونا اوكي كورونا دخلات حبسوا لي شونتي وقفت الخدمه لي سيكتور كاملين وقفوا وانا كنت مولفه لي ديبلاسمون مولفه هذا دونك لا ديسيزيون خلي جات بوحدها جات دابري دي كونديسيون عشتهم لانه فاش حبسات كورونا حبسات الخدمه حنا حبسات عندنا الخدمه و لقيت راسي كنخدم في الديجيتال 3 mois خدامه في الديجيتال كنت كونسونطري في الديجيتال جو كري دي كونتوني في الديجيتال خدمت حيت ابار سا جو في لا برود دوتغ كليون اللي ما تيبانوش في السوشيال ميديا دونك خدمت داكشي كندير جي كري دي سكريبت دي سيناريو دي كونتوني دي استراتيجي كومونيكاسيون خدمت 3 شهور مده ديجيتال وتما بقيت كنقول نسرين واش مازال ناويه ترجعي هو سي فري في الاول 3 زون وانا جيزيت علاش لانه كنت كنقول
وقريتي 6 سنين والتخصص وتماره وسورتو لي ستاج كانوا فيهم تماره وواحد باركور ما كانش سهل. شحال بكيت شحال تكرفصت شحال هذا وفي الاخر غادي تجي وتخلي هكاك بدم بارد ما كانش هذه اكبر اكثر حاجه يمكن توقف للناس باش انهم يتبعوا الشغف ديالهم. تيدخل في ان باركور بحال اللي قلتي دابا عندك 6 سنين ولا هذا. نعطيك ان اكزومبل، مشيتي مثلا تخلص الموضوع تتوقف تشد الصف تلقى قدامك مثلا 6 د الناس تتبقى 90 واحد نص ساعه تيوليو غير 4 قدامك شويه تدور موراك تلقى 3 ولا جداد. دونك تيولي صعيب انك تخرج واخا مشى عليك الحال صعيب باش تخرج وتمشي تقضي الغرض ديالك. جو سي بوش واش تفهم ليكزومبل ولا لا؟ فهمتك مي فريمون راه صعيب. مي زعما فوا تحس براسك بلي هذا من الاحسن خرج وسير تبع الشغف ديالك. صعيب شوف زعما باغ اكسبيريونس صعيب تاخذ لا ديسيزيون. هذا ما كيعنيش انه عطي وقت لراسك. غيجي لو بون مومون غيجي لو بون مومون. علاش؟ لانه انا كنامن بواحد الحاجه في الحياه، اي قرار خديناه في حياتنا خاصنا ناخذو عن اقتناع. ما تعفتش واحد العفته وانت متردد فيها لانه الريزولتا كتكون زوينه فاش كتمشي ما تشوفش موراك. اما وانت غادي لواحد الخطوه كل مره تدور كل مره تدور كل مره تدور ما تكونسونطراش على الطريق الجديده. دونك هذه انا عندي يعني اي قرار كان في حياتي الا كان عندي واحد شك فيه ما نديروش، خاصني نكون مقتنعه فيه 100% باش منين تتمشي تتعفاض ما تدورش موراك. سورتو انت درتي واحد الحاجه واحده اخرى هي مزيانه، سي كو بديتي في هاد لاباسيون الثانيه اون باراليل وانت خدامه. فوالا دونك بدا ديجا عطيت فرصه لراسي شفت. مي هي لو فيت باش ناخذ اون ديسيزيون في مره انني نكيتي كاريمون نحبس الدومين، حيت ماشي كنقول كيتي باسكو نقدر نرجع دايره بوز دايره بوز وقلت نعطي فرصه لراسي وشوف شنو نعطي طاقتي كامله كامله نعطيها للديجيتال وتشوفي شنو غادي يجي ونشوف بغير. نشوف شنو غادي يخرج. قلت اجي نجرب راسي. فهادشي اللي وقع دونك تما جي بري لا ديسيزيون. واخا كنت متردده في الاول ولكن شوف انا كنامن بالطاقات الطاقه ديال المكان الطاقه ديال الانسان الطاقه ديالك دابا اللي انت قدامي كنحس بها كاينه طاقه بوزيتيف طاقه ديال الشغف طاقه ديال هاد لا كولور. دونك كنامن بالطاقات وكنامن انه فاش طاقتنا الا كانت مخربقه راه حياتنا كتكون مخربقه. طاقتنا كانت مزيانه وضابطينها هي كتجذب لينا داكشي اللي حنا بغينا. فلو طون اللي خديت ديك لا ديسيزيون عن اقتناع صافي واحد النهار قلت سي بون نسرين ما خليت حتى شي واحد ياثر عليا فيها. وكنت كنتشاور الصراحه في الاول وكانوا كيقولوا لي في الاخر القرار ديالك كان يستاهل. شوفي انت واش قادره انك زعما ابخي هاد لي زيتود واش قادره هادي هادي. وكنت ديما تنرجع لراسي من نهار اللي خديت لا ديسيزيون خديتها اوتوماتيكمون من موراها لقيت راسي دخلت في ان اوتخو دومين دوتخو بروجي تندير حوايج اخرين وهادي تتجرك هادي تتخدم هاد البروجي تعطيك واحد ليكسبيريونس تاخذ اون ريفيرونس دخلتي على بروجي واحد اخر وهي غاده فهمتي هذاك الشيء غادي وتيكبر بوحدو. ومن بعد فاش دخلت في هاد لو دومين الميديا برود كومونيكاسيون لقيت تلاقيت ناس كيشبهوني وهذا الشيء زاد قال لي نسرين تو افي لو بون شوا زعما خلاني ما نزيدش فهمتي ماشي غير ندور حتى واحد الدرجه ما تندورهاش. دونك بقيت بديك الطريق. دونك نسرين انت دابا اليوم وحده من الناس اللي يصنعوا الكونتوني في المغرب، كيفاش تشوفي اليوم هاد زعما الساحه ديال الديجيتال في المغرب؟ اول حاجه حطيتيني في لاكاز اللي صنعوا محتوى انا تشوف راسي مازال ما صنعت لا محتوى ولا والو. صافا كاين شويه ديال كاينه شي بركه صراحه شخصيا بيسكو كاين ناس تيتبعوك دونك عندك الحمد لله كاينين. مي زعما شخصيا الى عطيتك المفهوم المحتوى بالنسبه ليا وصناعه المحتوى نشوف راسي مازال ما درت فيه والو. فهمت يعني لي كونسيبت اللي عندي وجيسبر هادشي اللي خدامه عليه انه نوصل لهذاك الكونسيبت اللي في راسي اللي هو صناعه محتوى بكل ما في الكلمه من معنى ان شاء الله. اما كاينين دي برود اللي درتهم دي كونسيبت اللي درتهم اللي تيتعتبروا تاهما صناعة محتوى اللي تنحاول تاهما نعيش فيهم الشغف ديالي سواء في لا بريباراسيون ديالهم في الكواليس ديالهم سواء في لا موديراسيون ديالهم ولا في لي توبكس اللي تنحاول انني نطرح اللي مهتمه بها في قضايا مختلفه. عندك قضايا الشباب قضايا المراه قضايا البيئه قضايا اجتماعيه وهادشي ملي كنت صغيره انا كنت كيعجبني انني نهضر فيه. صامش دونك باقي ما جاوبتينيش على كيفاش تشوفي زعما الديجيتال في المغرب. شوف انا نقدر نقول لك مؤخرا نظرتي للامور تغيرت بزاف في بزاف ديال الامور.
مثلا شحال هذه في الديجيتال كان عندي صناعه المحتوى هو هذاك اللي تيجي تعطيني معلومه مفيده ويبدا يقرا عليا هذا تقرير صحفي ولا هذا. من بعد فاش دخلت المعمعه وعرفت شنو تيطرا في الكواليس وشنو هي دير ستوري وشنو هي دير مونتاج وشنو هي تكتب وشنو هي وليت كنحترم جميع المحتويات. محتوى ديال معلومات مفيده كيف المحتوى ديال الفاشن كيف المحتوى ديال الفود ديال ترافل ديال لانه كل واحد تيدير مجهود باش يصنع داك المحتوى. المحتوى في المغرب كاينين طاقات زوينه كاين شباب رائع جدا وكاين شباب اللي جاي زوين بزاف جايب دي كونسيبت زوينين زوين دونك غادي مزيان. شوف انا دائما كنحاول نشوف الجانب الايجابي للامور ما باش ما نكونش زعما خطابي في بزاف ديال التفاؤل. كاين النقطه السوداء كاينه كاين روتيني اليومي كاين داكشي اللي بعد ما تيطلع لينا في التوندونس وهادشي راه كاين معمم. مي لوبجيكتيف ديالنا دابا كاملين سي نصنع واحد المحتوى بوزيتيف باش ملي تدخل اليوتيوب واحد ان جون ملي يدخل اليوتيوب ولا يدخل الديجيتال يلقى او موان واحد التوازن. فوالا كاينه لودونس ديالو كاين شباب متعطش للمعلومه للنصيحه دي فوا غير ان كونساي تجربه غير دي فوا ان كونساي بازيك اللي ما تنكونش دايره فيه مجهود ولا هذا راه كتلقى دي فوا كيجيو لي دي ميساج ان كونساي تكتبوا لك عليه جريده وتشكرك وهذا وهذا يعني تتحس انه كاين شباب اللي باغي محتوى مفيد باغي محتوى اللي اوريونتيه اللي ينصحو اللي يعطيه هكا افكار وهذا دونك اون باراليل كاين شباب اللي تيعطي زعما باش ما نكروش انا وكاين مجهود. بيان سور بيان سور كاين بزاف ديال لي جون اللي اليوم تيصنعوا دي كونتوني واعر كاين مجهود. الى نبقاو في الكونتوني كيفاش تجيك ليدي كيفاش تصاوبي واحد لو كونتوني سواء يمكن يكون بوست ستاتيك في انستغرام يقدر يكون فيديو يقدر قبيله قلت لك انه ملي كنت صغيره تربت عندي واحد التخوات ديال دماغي وكنكون جالسه فهذوك الاوقات ديالي الاجواء ديالي في الدار كتبدا تكوني ساكته فيهم. انا في الدار كنكون ساكته عندي واحد ما عرفتش مره خاصني ندير شي فلوغ نسري في الدار حيت يشوفوني برا خاصني ندير نسري اجيهم في شكل اجيهم نسري اللي برا ماشي هي اللي دونك كنكون في هذاك لو مومون دو كونسونطراسيون ديالي سكات وتما تبدا التخوات دي عندي في دماغي ديال دي كونسيبت اللي تنحاول انني نفكر فيهم ولا تانسبيرا من شي حوايج شفتهم و الانسبيراسيون مثلا ملي تجيك واش خاصك تفرجي في دي فيلم خاصك تفرجي في دي كونتوني والله الا عتيد هاد الانسبيراسيون هادي دي فوا تتلاقاو دي شي حوايج اللي شفتيهم في الواقع ماشي تبدا ماتشي هادي مع هادي وندخل هادي ونخرج هادي وندير هادي واش حصل كونتاكت مع الناس دابا فاش تديري العمل الجمعوي وهذا ولا لي فواياج ديالك حتى هو عاون كلشي كنت انسبيرا من حياتي كنت انسبيرا منها. كان واحد الكور ميتراج اللي كنت درتو ديال واحد القصه ديال قصه اغتصاب ديال واحد البنت وفهاداك التورناج ديال داك الكور ميتراج عرفت انه الخيال ديالي ما تنتحكمش فيه لانه السيناريو درتو سور بلاس. دونك حتى وصلت السيناريو ديال الكور ميتراج درتو سور بلاس لانه لي كونديسيون اللي كنا دايرين بور الكور ميتراج اللي كاتبين ماشي هو اللي جينا نهار التورناج لقيناه وكان ضروري خاص يطلع سيناريو في ديك اللحظه دونك كنت هو يعني سيناريو واحد اخر وليتي خاص فوالا دونك سيناريو درناه في سور بلاس تورنيناه والكماله ديال خاص كان فيه فوا اوف وداك الشيء ديال سكريبت مشيت تصور انا تورني بسيناريو ومشيت للدار عاد تنكتب السكريبت ديال السيناريو اللي كتبنا فهمتي دونك تما فهمت انه الخيال ديالي ما تنقدرش انني نتحكم فيه. صا مارش اوكي دونك الى سولتك اليوم شنو اكثر حاجه عاوناتك باش تلقاي الشغف ديالك وتولي اليوم تعيشي. شوف انا واحد الحاجه بغيت نشاركها انه دي فوا السوشيال ميديا تعطي ديما ديك النظره المثاليه على الناس وديما هذه تنقولها علاش لانه هذه هاد القضيه هذه تتاثر بزاف على لي جون اللي كيكونوا في الفتره اللي كتكون شويه حرجه ديال المراهقه وديما كنقول لهم ما تبقاوش ديو على داكشي ديال السوشيال ميديا راه مني وجبد علاش لانه حياه راه فيها مشاكل راه ملي تتفيق الصباح المشاكل تتنعس واش انت غادي تهز التليفون وتهضر مع الناس تبدا تعاود لهم على مشاكلك تعطيهم طاقه سلبيه دونك تتهضر معاهم باش تبين شي حاجه زوينه دونك انت راه مثلا عندك 100 مشكل في النهار فاش تهز التليفون تتوليهم ديك الحاجه الزوينه اللي طرات لك في النهار الوحيده
مي لي جون تيتبازاو على هذيك تيعمموها حياتها بيرفكت وهي بيرفكت. انت مثلا هذا ما كيعنيش انه انت اللي في السوشيال ميديا راك واعر، راه عندك دي ديفو. كل واحد فينا عنده دي ديفو، كاين اللي واعي بهم تيخدم عليهم، كاين اللي ما واعيش بهم. دونك في الطريقه اللي تتهضر بها ولا هذه راه ماشي ديك الطريقه باش تفيق بها باش تعصب بها، مي سورت تتعصب. عندك دي ماما اللي تضعف فيهم، عندك دي ديفو التعصيبه ديالك عندك دي ديفو ديالك، عندك هذا، وهذا الشيء ما كيبانش للناس في السوشيال ميديا وكيحاولوا انهم يكونوا واحد الصوره مثاليه عليك. وانا هذه صراحه انا هذه الحاجه اللي ما تعجبنيش، انه الناس تيشوفوك بواحد الصوره مثاليه. انا ما كنشوفش راسي مثاليه دو تو، حياتي ماشي مثاليه، حياتي فيها دي او اي ديبا، فيها ديبا اكثر من دي او، وما تيبانوش في السوشيال ميديا، لانه نالي تتبوستي شي حاجه تتبوستي ديك الحاجه الزوينه اللي صدقات لك في وسط 100 حاجه، والناس تيديو لي باش موتيفي لي جون، ولكن الناس تيديو عندها غير زعما ديما الناجحه تتمشي لهنا وهنا وهنا وتدير وتتحقق اهدافها. لا 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 فريمون زعما انا فاش ندير هذاك تنفكر ديك العشرينات ديالي كيفاش داز، عرفتي راه ماشي دازت هكا ودازت بحال هكا وبطات الارض تحت الصفر وعاود طلعت. فريمون دي مومون اللي كانوا صعابين. كاين دي جون اللي تانفلونس ولا شي وتيولوا حتى هما باغيين يكريو دو كونتوني باي حاجه غير باش حتى هو يمكن واحد النهار يولي تيسافر، غادي يولي يبان ديك البيرفكت لايف. وهذيك البيرفكت لايف اللي كتبان في السوشيال ميديا راه من موراها دي 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 كوليس اللي اللي انا براسي كنت عندي نظره غلط على السوشيال ميديا اللي تتعيشهم قاصحين، فريمون قاصحين. يعني هذه هي اللي بغيت زعما من هذا المنبر، انه كنهضروا على السوشيال ميديا كونتوني، ما تديوش على داكشي ديال السوشيال ميديا، شوفوها بعين الواقع، ما تشوفهاش بديك العين ديال الكاميرا. لا فهم انه داك الانسان راه تما، شفتي الا طلع ليك راه غيطلع بيان سور غيطلع مقاد ولابس ومزيان، ما غيطلعش معصب ولا مريض ولا هذا. انا لي مومون اللي تنضعف فيهم ولا كنكون مريضه ولا لينيرجي ديالي داون تنحبس السوشيال ميديا ما تنطلعش فيها، لانه لينيرجي تنامن بلينيرجي، لينيرجي تدوز دونك علاش انا غادي نطلع ونبدا نشكي عليك ونعاود لك مشاكلي؟ هذا ما كيعنيش انه مره نعاود شي اكسبيريونس اللي تعلمت منها اللي فشلت منها. مي راه الفشل كاين، تنفشلوا في حياتنا، تنفشلوا بزاف ديال الحوايج. الا صدقات لينا حاجه وحده يعني راه انا شخصيا زعما الا صدقات لي حاجه وحده يعني راه فشلت في 50 حاجه قبل منها باش تصدق لي ديك الحاجه الوحده. وما تنستسلمش زعما ملي كنت صغيره ما تنستسلمش. انا الا درت شي حاجه في راسي نبقى تبع تتصدق ونبكي عليها ونمرض عليها وتتصدق. هاد ما تتسلميش، واش سي تي بارمي الحوايج اللي يعاونوك باش تلقاي الشغف ديالك كل يوم تولي عايشه به؟ وي لانه سي تي با فاسيل في الاول انني نبدا في السوشيال ميديا ولا انني مثلا نخدم دي غون بروجي ولا هذا. كانوا مشاكل، كانوا عراقيل بزاف، سورتو فاش ما كتكونش ولد الدومين، يعني ماشي باركور ديالك، يعني كدير دوبل ايفور، خاصك تمشي تفورما فيه وتعلم وتخدم على راسك باش يلاه تولي بحالهم ديالك، باش يلاه تكون انت ادابتي مع داك مع داك اللي قرا فيك اللي قرا في هذا. كاينه لا كونكورونس اللي كيقول لك خوك في الحرفه عدوك، دونك كتقدر تضرب في اي لحظه وتتصدم. يعني كاين صدمات اللي تتعيشهم كتقول علاش هادشي، ما كيبقى ان طرافاي في الاخر، كيبقى ان تيران، وهادشي راه بارتو يعني في اي دومين ماشي زعما غير في الميديا. يعني كاين صدمات، كاين مشاكل، كاين عراقيل، كاين راه غير بروجي باش يطلع زعما هكا لي برود اللي تيبانو مثلا ديال دي كابسول ولا دي بروجي، راه لي كوليس ديالهم تيطرا فيهم العجب وتياخذ الوقت في البريباراسيون بزاف ديال التمارين اللي فيه لي كوليس لي بريباراسيون ديالو المشاكل اللي كيوقعوا فيه. وهذا باش ما تيجي من لو طون زيرو ديال لا برود ما تيجي الديفيوزر حتى باش تترى اللي غيتفرج يتفرج في 2 مينوت ولا تجي احنا مقادين داكشي والاضواء ولي كولور والحياه السعيده. نو ما كايناش حياه سعيده. انا دائما تنشوف الامور بحين الواقع كيف ما كانت. الناس اللي تتفرجوا في السوشيال ميديا عارفه شنو كاين في الواقع، زعما ما تنشوفش بديك النظره ديال واو بيرفكت لايف. ولكن هادشي فوقاش تغير، لانه ما تنلومهمش، عرفتي علاش هاد النظره تغيرت ليا فاش دخلت انا في السوشيال ميديا وكنت نفس النظره. وي انا كان عندي ناس اللي كنت متبعاهم في الاول في البدايات ديك الساعه عندي لا سوشيال ميديا، بالنسبه ليا هذوك هما القدوه ديالي وهذيك هي حياتي اللي بغيت، وهذاك بغيت نكون بحال ديك الانسانه. شاءت الظروف وتلاقينا وهذه فهمتي، حتى
تتلقى حوايج اخرين. ان ديرنييرمون يلا لونسين لو كونسيبت هادي واحد 2 mois بحال هكاك. parmi الحوايج اللي كيجوني دابا ثقال وصعاب في النهار هو ندير ستوري ونهضر على شي حاجه لا بريزونس في الديجيتال. هادي ديجا واحد الحاجه اللي كبيره ماشي زعما ماشي اي واحد يقدر يدير. خاص تكون فريمون كونسونطري ومجد شنو غادي تقول. صعيبه لانه شوف الطاقه طاقة شي ستوريات صورة غتاخد لك واحد 20% وخاص هذيك ستوري يمكن فيها 15 سكوند حتى هي تكون مفيدة ماشي تدوز اي حاجة. شنو خاصك تقول شنو خاصك تبارطاجي لو بلانين اللي خاصك دير لو موا كامل شنو خاصك تحط علاش بغيتي تهضري باش بغيتي تهضر. دي فوا انا تنكتب مثلا تنكتب ستوري 15 سكوند غنقول فيها هذه اللي من مورا غنقول فيها هذه الثالثة غنقول فيها دونك كتجوج كاين دي ستوري اللي تكوني موجودة حتى هما دي نوت دي نوت باش باش منين كنت تنصور امتي نكون عارفه شنو لي بوين اللي غادي نهضر عليهم. سا دوموند شوف سي تان ترافاي ديغيير في لي كوليس راه ماشي لانه دي فوا مالوغوزمون كتلقى اللي تيحقروا هاد هاد لو ميتي هذا كيقول لك اوا تيتصوروا ويحطوا تصاوروها ما صدق عليهم نو نو دو تو نو نو تو وشوف ما تلومهمش زعما تنتفاهمهم سا مارش. اوكي دونك وصلنا يمكن لسؤال الحلقه. اليوم اي واحد اي واحد جون مثلا سواء لقى الشغف ديالو ولا باغي عادي تيقلب على الشغف ديالو تيتسائل واش سا ميريت انه يعيش بداك الشغف ديالو زعما يقدر يمونيتيزي هذا الشغف. اليوم بغيت نسولك واش انتي قدرتي توصلي لو نيفو اللي يخليك اليز انك تعيشي غير بالشغف ديالك وما ديريش خدمه واحده اخرى. واش في المغرب تلاقيتي مع ناس اللي تعيشوا بلا باسيون ديالو؟ حنا ديجا دول لوبجيكتيف ديالنا في هاد ليميسيون دونك جبنا بزاف الناس اللي تعيشوا بدي باسيون مختلفين. شوف في الاول كنت بحكم انني كنت خدامه كنت دي فوا جو باي على شي حوايج باش نعيش الشغف ديالي. كنت انا درت نحط الفلوس باش نعيش الشغف ديالي و كنت كنقول مستحيل انه زعما الشغف ديالي يدخل لي درهم. هذا كان عندي زعما مستحيل. كنت كنقول نعيش الشغف سي سنتيمون اللي غادي نعيشو نخلص عليه ولا عشتو فابور ما كنتسناش انه يدخل لي زعما بور لو بليزير وصافي بور لو بليزير. مي نرجع لذاك الفضول اللي قلت لك ديال التجارب خلاني ندخل في, في, في علاقات و دي بروبوزيسيون اللي جاوني اللي تتشوف انه جاتك اون بروبوزيسيون ديال الخدمه على الشغف ديالك. دونك انت غادي تخدم ديك الخدمه اللي هو شغفك وغادي تاخذ عليها فلوس. دونك تما بديت تنعيش انه انها خدمه انه شغفك غادي يقدر يكون هو الخدمه ديالك و كيكون واحد الاحساس مغاير فلوسه في شكل ويمكن احسن احساس تقدر زعما شوف هو كيكون متعب حياتك بلا باسون ديالك. هي كل خدمه راه فيها التمارا زعما باش ما نقولوش انه راه فيها حتى هي التمارا ولكن ما عرفتش حيت هو شغف في واحد الحلاوه فهمتي انت عيان وكل شيء ولكن ناس فرحان باقي ناس فرحان وكتسنى تفيق مثلا غير التورناج ديال هاد اليومين اللي حضرنا عليه راه البارح 11 الليل دخلت للدار فهمت وناس توفقت فرحانه عندي تورناج اليوم تديري داكشي دونك فوالا دونك وي تقدر تعيش بالشغف ديالك وجوكوني سورتو في الميديا بزاف ديال لي جون زعما بدون ديك الاسماء باركور ديالهم حاجه اخرى ودابا عايشين بالشغف ديالهم ولكن با فورسيمون با فورسيمون حيت على حسب الشغف ديالك حيت يقدر كاين لي الشغف ديالو ما عرفتش حيت يكون بعيد صعيب انه, صعيب أنه يدخل ليه فلوس. مي هذا ما كيعنيش انه نخلقوا حنا الفرصه اننا الشغف ديالنا نبيعوه. فهمت انا تنقول بلي اي شغف اي حاجه واخا تكون يمكن تجبد لك انت بسيطه ولا بليده كاع نقدر نقولوا فوالا تقدر تمونيتيزي فوالا سورتو دابا في هذا الوقت هذا حاجه قريبه لانها تقدر سورتو في هذا الوقت هذا ولات اي حاجه تقدر تدخل منها الفلوس. فهمت حنا دوزنا دي زانفيتي اللي عندهم شغف تقدر تقول هذا خدا واحد لو ريسك كبير انه مشى ولا مكونسونطري على الحاجه. دازت معنا واحد السيده تعيش بالنباتات داز معنا واحد كاتب كلمات اللي الحمد لله اليوم خدا وسام ملكي سي سامي المجاري. دونك كاين بزاف ديال لي زعما ما تحقرش هذاك لا باسيون ولا الشغف ديالك فوالا. دونك هذا سيتي هذه لا كيسيون. دابا نقول لك لا كيسيون الجايه اللي هي ثلاثه ديال لي كونساي اللي تعطي للشباب باش يعيشوا بلا باسيون ديالهم. ثلاثه ديال لي كونساي باش يعيشوا بالشغف ديالهم. انا ديما تنأكد على انه الطريق باش نحقوا احلامنا اون جينيرال ما كتكونش سهله. انا ما كنبغيش نقول انه الحياه مثاليه وغدير الهدف هنا وغادي لا لا
غيكونوا دي او اي ديبا غادي نلقاو عراقيل غير هو اللي تنأكد عليه في هذا المسار هذا ما توقفش ما تستسلمش ولا عشتي مراحل ديال الفشل الا مثلا كانوا دي مومون اللي صعابين في حياتك عشتي الفشل عيشوا اعطيه حقه هو صعيب كيكون فيه فهمتي احساس ديالو شويه صعيب تبغي تهرب منه ما تهربش منه عيشو عطيه وقتو استخلص من داك الفشل انا في الاول كنعقل في البدايات ديالي فاش كانت مثلا تيوقع لي شي مشكل ولا تنفشل في شي حاجه تنتحطم صافي تنحطم حياتي كلها انا تنقول لا انا ما ناجحاش انا ما قدرش ندير هادي مع الوقت مع الوقت مع كثره الفشل في حياتي وصلت لواحد المرحله مثلا كيبان لي مشكل ولا كيبان لي فشل جاي فشل جاي باين فشل جاي كنقول اها مزيان فشل جاي دونك هذا الفشل هذا جاي باش يعطيني درس غادي نجلس نعطيه وقته نسمع شنو الدرس اللي غادي يعطيني حيت عرفتي علاش حيت فاش تعطيه وقته تتاخذ الدرس كتكون متاكد انه هذاك الدرس غتعلم منه وما غتعاوش نفس الفشل في حياتك وغتنجح من بعد وغادي تنجح من بعد فهي انا ديما تنشوفها الفشل الى باليا كنقول اه هذه هي الدرجه باش ننجح فيها نعيشو فشلت فيها المره الثانيه ماشي مشكل نعيش الفشل نعيش داك الاحساس لانه ماشي ضروري حياتنا كلها نعيشو الاحاسيس ديال السعاده والحب والفرح لا كاين احاسيس ديال الحزن خاصنا نعيشوهم احاسيس ديال الفشل احاسيس ديال الاكتئاب نعيشوهم دونك كل فتره نعطيها وقتها ما نطولش فيها بيان سور نعطيها وقتها نعيشها نعيش ديك لا دولار ديالها وهذيك في نفس داك الوقت نحاول نغمس في ذاتي ونكتشف فيها وكل فشل نحاول نطور شي حاجه في راسي مثلا هذا الفشل الملي هاد الجهه هادي نفورسيها المره الجايه الملي هاد الجهه تدير واحد الدراع نفسي كتامن راسك باش كتولي تتصدى الفشل اللي تيجيك في حياتك اما هي الحياه كلها عباره عن لحظات فشل اللي دزنا منه هو مزيان تعيش الفشل غير كاين دي جون اللي يفهم واحد القضيه مثلا كاين واحد كتب ديال التنميه البشريه تيقول لك قبل 30 عام ماشي مشكل تغلط الدراري شنو تيفهموا تيفهموا انه ماشي مشكل نبقى نغلط الوغ قبل ما تدخل في ان بروجي ولا اون ايدي ولا هذا حاول دير واحد ليتود درس داكشي شوف داكشي واش تبغي واش غتنجح فيه هذا بيان سور تفشل من بعد استفد من الفشل شوف هذه القضيه ديال العمر انا شويه نقدر نقول لك ما تنبغيش ناخذها كوم ريفيرونس ولا كريتير عرفتي علاش شوف تقدر شي حوايج تعيشهم في لي كارونتين وفي لي سيكونتين ما خاصك نورمالمون تعيشهم في العشرينات من الظروف ما سمحاتش لك ولا الفرصه ما تخلقاتش لك باش انك تعيشها فمن ما نحددش العمر ديالي بداك الشيء اللي غادي نعيش انا هادشي بديت نعيشو فاش درت 30 عام فاش درت 30 عام بديت جلست مع راسي وتنفكر العشرينات شنو عشت فيها شنو دوزت فيها دوزت فيها هادي وكنت باغا ندير هادي ومازال ما درت هادي لقيت انه سي فري عشت شي حوايج الحمد لله كنت دايرهم في ليست ديالي فشلت في شي حوايج اللي كنت دايرهم في ليست ديالي وباقي عندي شي حوايج في العشرينات اللي نورمالمون خاصين نعيشو في العشرينات يقدروا يبانوا باليدين زعما بلا ما نذكرهم باش ما تضحكوش عليا مي بقيت كنقول ماشي مشكله نسرين واش العمر هو اللي غادي ليميتيني انني ما نعيشهاش ونحرم راسي منها نقدر نعيشها في الثلاثينات ما عشتهاش في الثلاثينات ماشي مشكل نعيشها في الربعينات انا مازال دابا تنعيش شي حوايج خاصين نعيشو في خمس سنين وسي فري دغنيامون لعبت واحد اللعبه اللي قالوا لي لي شابك ما يقولش عندك 30 عام مي ما عشتش انا فاش كانت عندي 5 سنين ما لعبتش فاش كنت عندي 5 سنين بغيت نلعب دابا علاش غادي نحدد زعما واحد ما يكونش مزير مع راسو تلقى العاده اللي كنا هضرنا عليها مع جو كرو لانفيتي الاول كاين بزاف الناس اللي فاهمين مثلا المفهوم ديال التقاعد على انه 60 عام صافي سالات الحياه او التقاعد صافي التقاعد واحد تكون دوزتي تقريبا 40 عام في خدمه تدير يمكن اغلبيه الوقت موظف ولا تدير شي حاجه ما تبغيهاش الوغ ملي تاخذ التقاعد سي لو مومون باش تعيش الشغف ديالك داكشي اللي ما قدرتيش تعيشو في حياتك كامله دونك فوالا كيما قلت انا زعما تنشوف زعما في الا طول الله العمر ان شاء الله ان شاء الله انا زعما 60 وانت تخيش راسي عندي 60 انا زعما دي سي زعما في 50 60 تعيش شي حوايج اللي ما بالعكس عاد زيد تحماق وهذيك كنت كاسي دو طون فوالا يعني عاد زيد ما عرفتش انا هكا لا فيزيون ديالي انه عيش اللحظه كيف ما كانت باش ما كانت مهما تقولش لي عمرك ولا الاصل ديالك ولا حيت انت مغربي ولا لا عيشها كانت عيش فيها الطفوله عيش فيها العقل عيش فيها اللي بغيتي فهمت تطلقها تسرح تطلقها تسرح هذاك فاش تصبح تعقد الحياه
ما عرفتش انا باش شخصيا ما نبغيش نعقد الحياه. ماشي هذا ما كاينينش انا نيزا ما كنت كنفكر بحال هكا من الاول. جيت طلع لي 5 سنين قبل ماشي 5 سنين نقول واحد 7 سنين قبل كانت عندي واحد لا فيجن معقده للحياه معقده للاهداف اي حاجه تنكومبليكيها ونعقدها ولا وهذه مستحيل ومشكل نكبروا نعطي اكثر من حجمه. مي ابري بزاف ديال الامور تعلمت انه اول حاجه ما نعطيش الحاجه اكثر من الحجم ديالها. كيف ماشي اشخاص في حياتنا ما خصناش نعطيهم اكثر من الحجم ديالهم باش ما يدوش لنا الطاقه ديالنا ما يدوش لنا طرف كبير من حياتنا. حاجه اخرى اننا نعطيو وقت لراسنا هذه دائما تنأكد عليها ديما نعطيو وقت لراسك جلس مع راسك. وي كتكون مفتون مع الخدمه هذه لا جلس عطي وقت لراسك دير واحد ديتوكس هضر مع راسك دخل داخل جلس شوف فين كاين لي بوين فابل لي بوين فور علاش تخدم فين عندك نغامس في راسك باش تفهم راسك حيت انفو تفهم راسك وتعرف راسك شنو كاين لداخل كتقدر انك تاورينتا مزيان. فهمت انت تعرف راسك فين تحط راسك وفين لا. انت تقول لفت انك ما جلستيش مع راسك تصور راسك شنو تبغي ديجا فوالا هذه واحد القضيه اللي طرتنا كاملين لو باركور سكولير ديالنا اونشيني تقرا عام وتدوز العام الاخر سالي الخدمه تجي تفكر فلاش باك تلقى راسك بلي ما عمرك لقيتي وقيتاش جلس مع راسك تقول شنو تنبغي فوالا. وواحد الحاجه لحتى مؤخرا فيو عندي كونتاكت مع لي جون بزاف سواف دي زيفينمون ولا في هذا كنت في واحد بوت كامب مده سيمانه فيرمي مع دي جون تقريبا راه وقيله 40 جون دي جون من 18 سنه ل 24 عام وفاش كانوا كيبريزونطيو راسهم كلهم فاش بريزونطاو ما قالوش شنو تيقراو قالوا دابا عندنا غابير سنه بيضاء وانا خريج مجموعه هاد البرامج تيقول لك لي بروغرام اللي تخرج منهم في السوسيال وهذا ولي بروجي مع الان جي اوز وهذا وانا سماتي غير اتونسيون ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه جاني الفضول لاني بلونش غابير وكاين اللي قال انه غابير 2 غابير 3 هذيك كنا هضرنا عليها حيت كنت قريت واحد الدراسه ديغنييرمون باغمي الحوايج اللي تيعاونوك انك تلقى الشغف ديالك زعما نصائح الجداد هي انك دير اني بلونش مول باك تعرف شنو تيعجبك واني بلونش مول ما تشدعو ثاني لو ديبلوم ديالك هذا كيديروا لي زاميريكان كاين هاد هذه بلاصه خلات عندها دابا اوغوزمون خلات عندها عرفتي علاش بهذاك الفضول سولتهم قسمع كل واحد فيهم سولتهم علاش غابير قالوا لي اوتوماتيكمون حنا وصلنا لواحد المرحله اللي شنو هي ورا الباك يعني ماشي مرحله شدي نو ورا الباك ما عرفش راسي شنو التخصص اللي غادي ندير قلت اجي نعطي فرصه لراسي نجرب راسي انا شنو لي كومبيتونس ديالي وهذيك الغابير باش ما تكونش خاويه دخلت لدي بروغرام شاركت في هاد البروغرام مشيت لهاد بوت كامب قرا لغه جديده قرا لغه جديده وكتلقاهم ان ميتريس بيان لي لونغ وعندهم بزاف ديال لي سوفت سكيلز وهكا اجتماعيين وكيعرفوا يهضروا كيعرفوا يهضروا قدام هذا صراحه فرحت لانه حنا الجيل ديال التسعينات هادو جيل 2000 حنا جيل التسعينات ما كانش عندنا هذا لو كوراج وما كانش عندنا هذه الجراه علاش كنا كنخافوا علاش لانه والدينا كانوا كيخافوا علينا لانه الا درتي غابير قلتي سنه بيضاء ولدي سقط بنتي سقطات وفاتوك الدراري وفاتوك الدراري وفوقاش غادي تشدي الباك وفوقاش غتخدمي وخاصك هذا وخاصك ليكول هذه وهذه وهذه دونك كان الضغط ديال الوالدين وحنا الشخصيه ديالنا عاوتاني ماشي هي الشخصيه ديال هذا الجيل صراحه انا بدا شخصيا كنت انسانه خوافه انا غير غاتخاباج الا جبتو تنبدا 3 شهور تنبكي على الغاتخاباج الا كان عندي امتحان ما نعش وخايفه غير بوحدي يعني كانت القرايه تتخلعنا دابا لا دابا لو كوراج اللي كاين عند هاد لا جونيس زوين بزاف والغابير درتها مي درتهاش ديت ديبلوم وخدمت وعاد درت 6 mois غابير حبست كلشي وقلت اجي نشوف اجي نكتشف راسي اجي كنت باغا ديك الساعه نركز اكثر على السوسيال دخلت في العمل الجمعوي بزاف في لي كارافان هيومانيتير في لي فواياج هيومانيتير وهذا كانت عندي ديك لينيرجي باغا نعطيها في انت نقول لو ريسك فين كاين ماشي في انك دير الغابير مي بالعكس انك ما ديروش حيت تقدر تدخل في لو باركور بروفيسيونيل مثلا كنت عطيت ليكزومبل ديرنييرمون في واحد الحلقه انه كاين بزاف ديال لي ميديسان وكاين بزاف ديال لي زاركتيكت تنشوفوهم دابا تيسحب لنا بلي راهم عايشين هذيك لافيون غوز يمكن دي كابيني كبار ناجحين في حياتهم ولكن هو واش باغي هذاك الميتي اللي اختار ماشي سيغ غير حيت يمكن جاب واحد لا نوت مزيان في الباك كنت خدمت واحد الخدمه في واحد الشركه لو بوس ديالي شركه ديال بني بني لو بوس ديالي شنو الباركور ديالو شنو كيدير قولي لي شنو ماشي قولوا لي انتوما شنو حمزه
لا كان طبيب. اوكي طبيب و... دونك من طبيب داز ال وي سون اسوسي هو اللي في الدومين دونك مي هو باسوني بلو دومين باسوني ماشي زعما تيدير لو كالكول وكل شيء مي باسوني بلو دومين يعني هذاك البروجي ديالو فهمت دونك تلاقيت زعما دي زيكزامبل بزاف في حياتي اللي كانوا دي ميدسان وقلبوها ولا كانوا دي انجينيور وقلبوها دونك وهادشي تخليك تشجعك انك هذيك الجلسه بعدا مع راسك تري امبورطون دير كابيه ولا ما ديروش حاول تلقى وقيته شنو ما كان زعما حيت الفيديو راه غيشوفوها شرائح المجتمع يعني دي بارون هذا جلس مع راسك ديما نعطي وقت لراسك تحس براسك ما مزيانش جلس مع راسك حتى لي بارون مزيان لهم حتى تعاون حتى في كيفاش جيري ستريس ديالك كيفاش تحيد ديك لينيرجي الكوميود لينيرجي الخايبه تحيد وتشارجا حيت شنو هي لا كونتينيتي كيفاش كتخلي مثلا داك لينيرجي لي زامبيسيون ديالك ديما كاينه وهذا راه حنا التليفون و تيديشارجو بنادم ما يديشارجاش دونك راه كان ديشارجاو تشارجا وكل واحد ولي تكنيك ديال باش يتشارجا مثلا انا لو فيت غير نمشي قدام البحر عندي يومين كونتينيو نمشي قدام البحر تنتشارجا نمشي ندير لا ناتاسيون كنتشارجا عندي دي زوبسيون مي كنجلس مثلا 24 ساعه سد عليا كنتشارجا دونك الواحد يشوف كيفاش الطريقه باش تيتشارجا ويحاول يبقى يتشارجا ويجلس مع راسو وهي غاده صافي باش ما يتشارجاش يمكن قلنا جوج ديال لي كونساي لي جون باقي لنا وحده فوالا هضرت الاولى على عطانا الفشل مزيان الفشل الثانيه قلنا جو كرو كان داخله فيها الغابيير غابيير انه تعطي وقت لراسك واحد الحاجه اللي بغيت نهضر عليها اللي فيها واحد النصيحه عند اخديتها انا درس المجتمع ديالنا للاسف فيه عناصر تنتلقاهم في حياتنا صدفه كيكونوا تيحقرونا تيحقروا الشخص ديالك تيحقروا لي كومبيتونس ديالك تيحقروا الاحلام ديالك دي فوا كتكون تما يلا تتحلم بواحد الحاجه وتتخربق وما غتفروش وهادي وهذاك الشيء تالمو تمدو نسمعوه في ودنينا تيبقى تاثر على اللاوعي ديالنا وكنوصلوا لواحد المرحله اللي تمدو حنا تنحقروا راسنا وهذه اخيب مرحله تتيق هذيك انا عشتها وصلت لواحد المرحله اللي عشتها اللي حقرت راسي بزاف ديك الساعه في البدايات ديالي يلا ديك الساعه جو بونس في الدوزيام اني ديالي حقرت راسي من كل شيء حقرت راسي في لي كومبيتونس ديال القرايه ديالي حقرت لي زامبيسيون ديالي قلت انا راه كنحل بزاف كنخربق ومن بعد حاولت انني ندير لا ريبريز ونعاود ندير واحد المونولوج مع راسي باش نشجع راسي ونزيد نثق في الاحلام ديالي ونثق في راسي وبزاف ديال الحوايج دونك في الحياه غادي نتلاقاو ناس غادي يحقرونا ويحقروا الاحلام ديالنا وهذا دونك ردوا البال منهم بعد المرات تكون غير بالضحك فوالا الا كانوا هاد الناس غنتلاقاهم صدفه اصدقاء اللي مثلا غتلاقاهم صدفه في حياتك كنهضر على الحياه المسار ديال الحياه عندك لو شوا في يديك عندك لو شوا في يديك انك ما تبقاش صاحبي ولا ما تبقاش صاحبتي ولا ما غنخدمش معاك ولا الله يعاون انا في درت هاد القضيه هادي بعد المرات يقدروا يكونوا الناس اللي تيحقرونا لانه وقيت ديكا ديال لي بارون ديالهم خوهم اختهم يعني دم كاين ما يمكنش شنو غتقول والديك الله يعاون دونك نحاولوا اننا نلعبوا على نفسيتنا والثقه في نفسنا باش اننا نتصداو لهاد الحقره هادي وخصوصا المونولوج اللي يكون مع راسنا نشجع راسي حيت في الاخر شكون اللي غيدوم ليك راه غيدوم لك راسك الحوار الحوار اللي كتقول كل نهار لراسك راه هو اللي انت من هنا ل 50 سنه من هنا ل 10 سنين كتقول انا غنقد على هادي وغندير هادي وواعر وهذا وهذا راه غتكون هاديك سورتو كو داكشي اللي تشوف انت ما تيشوفوش هما فوالا وقلتي انا لا انا راه ما نقدرش ندير هادي انا كنخاف انا هادي راه تبقى 5 سنين و 10 سنين و 20 عام وانت تتخاف وما تقدرش دير هادي والهضره اللي قلت قبيله انه كل واحد فينا عنده طاقات كاين اللي عنده مواهب ماشي غير موهبه وحده وطاقات راه كاينه عند كلنا طاقه ديال انك اي حاجه يكفي فقط انك تكتشفها تجبدها تخدم عليها تطورها باش تعيش بها باش تعيش بها دير لها لا براتيك ديالها في حياتك دونك هذه الحاجه الاولى انه ردوا البال لونطوراج الناس اللي تنهضروا معاهم مهمين الناس اللي تنهضروا معاهم يوميا مهمين بزاف شنو ما كانوا
كانوا اصدقاء كانوا دي بارون كان شريك حياه شركه حياه كانت اي حاجه فيلتري يفو فيلتري لانه لو فيلتر مهم بزاف في لوريونطاسيون ديالنا كل ما كانت تشارج وعندنا الطاقه السلبيه في حياتنا والمشاكل من هنا ومن هنا ومن هنا غادي تنزيكزاغيو فاش كتكون فيلتري قد امورك تتمشي ترين فهمت انا في 2013 كانت عندنا واحد لا سيري في يوتيوب سميتها فكره دونك كنا تنديو دي ديسان انيمي تندوزو دي ميساج بوزيتيف تيلمو كو الدراري اللي كانوا معايا في الحومه ولا هذا ما كانوش فاهمين شنو فين غادي انا كنت عوال من هنا واحد 5 سنين ولا 6 سنين غادي نحل واحد لاجونس سبيسياليزي في داك في لي ديسان انيمي ولا في الموشن ديزاين دونك وصلت بهم للدرجه انه بالضحك مثلا كنكون لاعبين كره تيبدا يقول لك فكره باسي ليا كره ولا هذا دونك تيولي هذاك الشدان قدر يكون كان واحد اخر بلاصتي غادي شويه تاثر صافي غيحبس تما مي شنو درت بزاف منهم اللي حاولت انني ليميتي لو كونتاكت معاهم باش تبقى كونسونطري انا فكرتيني في واحد المشهد كنت عايشتو جافي 21 عام و واحد السيد كنا كنهضروا على الاحلام احلام وكنت ديك الساعه جو بونس في الاجازه ديالي قلت يلاه غنسوتني وانا باغا ندير هادي باغا ندير نكمل ماستر في لا سبيسياليتي ندير دكتوراه وبغيت ندير هاد البروجي وبغيت من بعد انا عرفت الحلم ديالي كون عندي ايميسيون في لا تيلي وبغيت نسافر وبغيت نمشي لهاد البلاد ونمشي لهاد البلاد وندير هادي تتخربقي تحلمي واش مشتيش راسك بحال هكا تتحلمي بواحد الاحتقار بواحد وانا ما شكيت في راسي زعما انني راه تنخربق نسري فقي فقي راه كيف المغرب راكي في المغرب شنو كيسحاب لك راسك هادشي كله باغي ديري هادشي كله باغي ديري اي عشت فتره في حياتي انا اللي شكيت في كل شيء شكيت في راسي عشتها مي داك الاحلام اللي قلتي ليه اون غوند بارتي جو كرو بدات تتحقق الحمد لله تحققت كامله الحمد لله هادوك اللي هادوك لي 3 ولا لي 4 اللي جي نوتي في هذيك لا ديسكوسيون الحمد لله واش حسنتي من الناس اللي الا قال لهم شي واحد بحال الهضره عاد هو تيتكس وعاد تيحقق داكشي انا عنيده انا والديا كيقولوا لي انت راسك قاصح ولكن شوف راسي قاصح سي فري كنبغي ندير داكشي اللي قال لي راسي ولكن انت فاش كيقصح راسي في اهدافي تتنفعني قصح هي الراس انا بحال هذا والله انا بعض المرات كنبغي ندير شي حاجه انا تنبدا نقلب على شي واحد يقول لي ما تصدقش باش عاد تنقول لها تصدق ودابا عرفتي حنا دابا كيقول لك واحد الراس تيقول لي واحد الراس تيقول لي حيت حنا عندنا جوج ريوس فاش كتكون شي حاجه واحد الراس يقول لي واه نسرين وكتخرق واحد والله حتى غادي نديرها والله حتى غادي تكون مزيان يكون هاد عنيده وتنبغي ندير داكشي اللي قال لي راسي وصراحه العناد اللي تنديرو في لي زوبجيكتيف ديالي تعطي النتيجه هو العناد صراحه ماشي صفه زوينه يعني خاص يكون القصحيط الراس تكون فهمتي بعض الامور تكونش قاصحه بزاف Donc Nisrine, merci beaucoup déjà pour le passage. Shukran, chrafteena unti tani mara tdouz maana f le podcast. Good. Akhir kan petit mot les jeunes. Donc voilà une caméra. Chnou tqouli les jeunes bach yaichou bla passion dialou. Ou chnou houma l'ahlam dialk? Chnou baqi عندك f baga tahqiq min bad. شكرا منير على الدعوه وانا سعيده جدا انني نكون في هذا الكونسيبت الجميل جدا والجديد هادشي اللي قصدت انه كاينين دي كونسيبت جداد دو تري بون كاليتي وانا جادور لا كاليتي جادور فاش كنشوف ان كونتوني كاليتي ايماج صوت تنعيش معاه تبارك الله عليك وشكرا على الدعوه ونتمنى انه يكون هذا اللقاء كان هو سبونطاني ومرتجل كيف ما قلتي في الاول وكتعجبني الحاجه اللي كتكون مرتجله ونتمنى زعما هاد لي كونساي وهاد التجارب اللي شاركتي يفيدوا الشباب سواء اللي ديجا مثلا عندهم فكره ولا اللي اول مره غادي يعرفوني اترافير هاد لا فيديو هادي ورساله للشباب هي نفس الرسائل اللي قلت توتالا انه امنوا بالاحلام ديالكم خليوا عندكم نظره واقعيه للحياه ما تكونش ديك الاحلام الورديه لانه بعد مرات دوك الصدمات اللي سترنا في حياتنا تتبلوكي لينا حياتنا وكاين اللي كيتبلوكا كيوقف حياته كامله كاين اللي كيتبلوكا وكيعاود كيرجع دونك خلي ديك النظره الواقعيه للحياه للاهداف انه الهدف باش توصل ليه راه غتضرب عليه تماره وغتطلع وغادي تنزل اي حاجه عندها مجهود اي حاجه وهذا ما كيعنيش انه تكون ثقتنا بالله كبيره
لانه حتى الجانب الروحاني تيعاون بزاف تحقيق الاهداف بيان سور، يعني من غير انك كتسعى للهدف تدعي ربي انه يوفقك وبالتوفيق ديال الله. اصلا اي حاجه تنديروها في حياتنا فهي بتوفيق من الله، وانت فاش كتدعي انه ربي يوفقك فادي وفادي فهو تيسر لك الامر تيوسع لك الطريق ولكن ماشي غادي دير رجل على رجل وتبقى تدعي يا ربي بغيت تدعي وتنوض تخدم بورش يا ربي بغيت وتحضر لك بيان سور كو نو، مي انت تدعي وربي كيقول لك اسعى يا عبدي وانا نحقق. دونك شنو هو السعي؟ هو انك غادي تنوض غادي تضرب تماره وغادي دير وغادي تحقق سواء بهذوك التطلعات ديالك، وربي راه فاش يحقق شي حاجه راه كتكون فوق التوقعات ديالنا، كتكون احلى بكثير جدا. انت يمكن الباركور ديالك شي حوايج اللي وصلتي لهم دابا ما كنتيش كاع تتسينا. نو نو دي تو دي تو. انا علاش قبيله قلت لك انا الاوبجيكتيف ولكن علاش قبيله قلت لك كتعجبني الاعتباطيه؟ لانه كنشوف انهم بزاف ديال الحوايج طراو في حياتي بهذوك القرارات الاعتباطيه اللي درت ولدابا مازال تناخذها باعتباطيه، لانه تنامن انه في الحياه صفه عامه كاينين فرص تيجيونا لا تكرر، كاينه فرصه اللي تجيك وحده في العمر ديالك واي فرصه جاتنا كونوا مستعدين ليها نستغلوها. كنقولها ديما فاش كنطلق هاد لي جون وهذا، حاول انك تستغل الفرص في الحياه ابشع استغلال، ما تطلق من ديك الفرصه تتكون كليتيها كامله بكل شيء ديالها. والفرص من الحوايج اللي نقدر نقول لك انهم داروا لي بزاف ديال لي ترانزيسيون في حياتي، والفرص خلوني نعيش بزاف ديال التجارب مختلفين، بزاف ديال المواقف مختلفين اللي زوينه اللي تعلمت منها اللي حسيت بهم في دي سونتيمون زوينين وبزاف ديال الحوايج. دونك ونتمنى لكم التوفيق، والحاجه اللي تنامن بها انه اي مجهود كتكون نتيجة ديالو ايجابيه. اي مجهود درتيه سواء في قرايتك في خدمتك في تطلعاتك في احلامك الشخصيه او المهنيه كان واحد المجهود كان واحد التضحيه كانت واحد الكونسونطراسيون كان واحد التركيز ضروري غتكون نتيجه. جو كرو كاين واحد الايه في القران يمكن تخلص هادشي تتلخص هادشي كامل اللي هي انا لا نضيع اجرا من احسن عمل. خدمتي شويه غتخلص شويه خدمتي كاين بزاف كاين تنامن تبع واحد الحاجه واحده اخرى هي كاينه في الدين ديالنا انه تبغي لراسك الخير كيف ما تبغيه تبغي للاخر الخير كيف ما تبغيه لراسك. دونك هذه هي النصيحه اللي نزيد على النصائح اللي دازو. صافي بقات لنا قلنا شنو جاي عرفتي دابا فاش كيسولني شي واحد الطموحات ديالك ولا هذا انت السؤال ديما كنقول لهم انا ما عنديش سقف الطموحات. فاش كنكون مثلا باغا ندير شي ورقه ندير فيها زعما طموحاتي وهذا مثلا كنلقى راسي مزيانه حاجه مزيانه لا ما كنقدرش نديرهم. كنعقل راسي زعما تيرمون امبيسيوز طموحاتي تتغير. طموحات العام اللي فات ماشي هي هذا العام ماشي هي اللي غتكون العام الجاي. دونك يقدر كاينين طموحات اللي شطبت عليهم ما بقاش عندي طموحات كنقول زعما ما بغيتهمش. دونك داكشي عندي فاريابل ماشي ستابل ودائما طموحه، يعني كنعيش بالطموح ديالي بدوك لي زومبيسيون هما اللي كيخليوني انني جو في ان افور باش انني نوصل لهادي ونوصل لهادي ونوصل لهادي. صافي اوكي تقدر نعتبره جاوبت فوالا. ولكن هو اون جينيرال زعما الطموح مزيان انه الانسان يكون طموح يكون عنده اهداف في الحياه مهما كانت الاهداف، يعني ما يباناليزيهاش حيت الهدف ديالك ماشي هو الهدف ديالي ماشي ضروري نكونوا تنتشابوا. يقدر يكون ما عرفش زعما كاين اهداف اللي ما خاصهاش نقللوا لهم القيمه ديالهم. دونك يكون عندك اهداف في الحياه تعيشهم ودير ان افور عليهم وغتوصلهم وغادي ان شاء الله الشيء اللي بغينا اترافير هذا لو كونسيبت. Donc voilà, merci beaucoup pour le passage. Merci à vous aussi. تشرفنا بالحضور ديالك. Merci. Ça fait plaisir وشكرا نهيه. مازال انا جو دو تانفيتي في ليميسيون ديالي اللي سامعني نسرين. ان شاء الله. تكون الضيف ديالي باش نسمع القصه ديالك. Bien sûr ان شاء الله avec plaisir. ان شاء الله. Donc voilà, شكرا بزاف للحضور ديالك. نتلاقاو تري بيان ان شاء الله. شكرا لنهيلة اللي كانت معك. اجي جي تخلف. ليكيب. اجي دير كوكو. ليكيب تكنيك كامله. هاي فوالا اوكي. دونك بحال ديما بغيت نقول لكم بلي هاد لا فيديو تقدروا تفرجوا فيها سوغ يوتيوب فيسبوك انستغرام وتقدروا تسمعوها سوغ توت لي بلاتفورم دو ستريمينغ ديزر سبوتيفاي ابل بودكاست. تهلاو.